سلام بنات، كديري لاباس عليكم بنات. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الاكله ديال الدنجال اللي كدير في 5 دقائق، ما كتحتاجش الوقت بزاف، تقدري في اي وقت جيتي تقدري ديريها، يعني مسربيه ما محتاجش انك تاخذ لك الوقت بزاف. المهم البنات نحتاجوا لهنا الدنجال اللي كتشدوه كتغسلوه كتقطعوه بحال هكا، اما على هذا الشكل البنات ولا دوائر اللي بغيتو، اما شكل طولي ولا شكل دوائر. كيعجبني انا الشكل طولي بحال هكا، الا كانت الدنجاله طويله بزاف تيجي شكل طويل تيجي احسن. بحال كنت انت تحتاجوها بحال هكا كديروا لهم هاك كي رقيق كي غليظ، ماشي مشكل. المهم راه كتقطعوه. هنايا كنحتاجوا البنات الخبز مطحون، والخبز يعني كتشدوا اللي بحال مثلا تشد عندك الخبز شدي ديري قطع صغيرين وفي الفران تيتحمر مزيان وطحنيه تيجي على هذا الشكل. البنات انا مصايبه غير في الدار ماشي ريه ما والو. ها هو البنات. المهم البنات هنا كتحتاجي جوج بيضات على حسب شحال ديال الدنجال دايره، تقدر تكفاك غير بيضه اللي كنتي دايره غير دنجاله، ولا جوج بيضات. والفرماج البنات، الفرماج البنات كتحتاجي لي هذا الفرماج، هذا ها مربعات ديال الفرماج. صافي هادشي اللي كنحتاجو البنات، واحد شويه تاع الملحه كتزيديها مع البيض باش تكوني تصايبي تزيديها مع البيض. صافي البنات الفرماج كما كتشوفوا ولا كنحتاجو ليه باش نعمرو به الدنجال، وخليكم معايا البنات باش تشوفوا الطريقه. هانتوما البنات كما كتشوفوا خلطت البيض مع واحد شويه ديال الملحه، غير البيض واحد شويه الملحه. صافي الخبز مطحون البنات، وكن كنشدو بحال هكا الدنجال كما وريتكم، كنشدو كندوزو في البيض هكا كيدوز في البيض. صافي ندوزو البنات في الخبز مطحون. نحطو في المقلة نحطو الطريقه البنات نمشيو بحال هكا بشي بشي تنكملو، لحقاش البنات خاصنا نديرو الجات بالجات، لحقاش في ما طابو الجات خاص تعمرو ديك الساعه الفرماج باش يذوب وسط منهم، ميمكنش تخليهم تا يبردو عاد تعمرهم، خاصكم تعمرهم هما باقيين سخانين. هانتوما البنات هادو بعد ما طابو تعمرو نحيدوهم. دابا غنحطو واحد الفران البنات عاد نمشيو نصايبو غير بالسخان، هنا تنخليو دابا هادو طيبو تنمشيو نصايبو داك لي سخان كنعمرو بالفرماج. كنشدو الفرماجة هاكا البنات، كتشدو الفرماجة كتعمرو بيها باقا سخون البنات تيدوب وسط منو كيما كتشوف، باقا سخون فاش يدوب تيولي زوين من داخل. صافي كتخليو بحالك البنات. هانتوما البنات كما كتشوفو من بعد ما كملت التوجات ديالهم تيجيو على هاد الشكل، تيجيو زوينين البنات. المهم البنات اللي بغات تزيد شي حاجة أخرى بحال مثلا الكاشير، تشد تقصب من فرماجة مناصة دير النص الأول تحت ودير الفرما هداك الكاشير الوسط، عاد دير نص الفرماجة عاد تسد بسميتو بالنص الاخر ديال الدنجال، تيجيو البنات زوينين حتى بحال هكا. واللي بغات حتى بالكاشير تيجيو فين، انا مجربه من الكاشير تيجيو زوينين حتى بالكاشير. المهم البنات جربوهم راه واعرين تيجيو وبالزربه كيوجدوا. المهم نوريكم هانتوما البنات بحال هكا تنجيلها الطريق تيجي فن البنات، عامر من الداخل زوين بالفرماج البنات، المذاق ديالو واعر، جربوا على حسابي غير جربوا تيجي فن البنات. المهم البنات دابا غنخليو لنا من هاد سميتو الدنجال وغنمشي نرافقو ان شاء الله بواحد واحد العصير اللي هو تا هو ساهل وكيوجد بالزربه ان شاء الله، خليكم معايا البنات. البنات بالنسبه للعصير ما كيحتاجش بزاف ديال السميتو، هانتوما البنات فيه غير جوج بنانات كما كتشوفوا جوج بنانات وربعه الليمونات. وبالنسبه للدانون البنات اللي متوفر عندكم ديروه، ماشي ضروري انا درت هذا ديرو تنتوما، انا غير متوفر عندي اللي درته، الا كان حتى هذاك دانون ابيض عادي حتى هو تيجي فن حتى هو تيجي زوين. المهم غير الفكره بحال هكا ديال دانون مع البنان والليمون كتجي واعره البنات. واحد الكاس تاع الماء
الا احتاجيتو لحقاش تكون شويه خاطر، لحقاش ما فيش، لحقاش الليمون غنديرو بحال هكاك، ما غاديش نعصره، غادي نديرو بحال هكا نقيه ونقطعو طريفات ونديرو ريشين، ما غاديش نعصره. المهم لحتاجيتو المبنات واحد الكويس ولا نسكه، شوفو نتوما على حسب الخطوريه اللي بغيتو. انا البنات دابا غادي نقي هادشي وخليكم معايا. هانتوما البنات بعد ما جمعت كلشي في الكاس باش نديرو الطحن، درت البانه، الليمون قطعته توا طريفات كما كتشوفوا البنات، الليمون قطعته طريفات طريفات عادي، ما غاديش نعصروها عادي. البانه اللي احتضنوا البنات نسيت ما قلت لكم السكر ديال ثاني، فتاو تديروا واحد غرات العويشقات بحال هكا، ديروا على حسابات القدر اللي تبغوا ديال الحلاوه، انا ندير ثلاثه العويشقات تبارك راه كلشي حلو. المهم البنات اللي خصاتكم السكر شوفوا على حسب وديروا على حسب اللي الحلاوه اللي كتبغيو، وبالنسبه للكويس تاع الماء اللي كتبغيه خاطر بلا ما دير الكاس تاع الماء، واللي بغاتو سميتو ما تبغيش خاطر بزاف دير كويس تاع الماء باش يجي داير. المهم البنات دابا انا غنخلطو ان شاء الله وبقاو معايا من بعد تشوف كيفاش تيجي لنا. هانتوما البنات بعد ما كملت التوجه ديال العصير هو طحنتو تيولي على هاد الشكل البنات، شوفوا تيجي فن البنات والله العظيم، غير جربوه تيجي زوين بزاف كاع ماشي شويه. المهم انا دابا غنعطي لولدي اللي غيدوقو لحقيتاش انا صايمه، غنعطي لولدي وغيرد عليكم النتيجه. كيجاك محمد؟ زوين بزاف، يعطيك الصحه ماما. شكرا، بصحتك يا ولدي.